كشفت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي عن تراجع عدد التشريعات في بلادها خلال عام 2019 إلى نحو 50% مما كانت عليه في 2017، وأشارت إلى أن الدراسات الجديدة تؤكد عكس ما زعمه نظام أردوغان بأن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها ستسمح للنظام الرئاسي الجديد بتعزيز السلطة التشريعية. وسبق أن انتقد نائب بورصة عن حزب الخير المعارض الأوضاع الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، مؤكدا أنه دون تغير المناخ السياسي لا يمكن لتركيا إجراء إصلاحات هيكلية.